يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يحقق الإنسان الإخلاص في كل أعماله وبخاصة في طلب العلم؟ نعم، كيف يحقق الإنسان الإخلاص في كل أعماله وبخاصة طلب العلم؟ يحققه هو بنفسه، يحقق بأن يخاف من الله عز وجل، ويكون الدافع له رضا الله والخوف من عقابه، دافع له معرفة الحق ومعرفة الباطل، معرفة الحق من أجل أن يعمل به، معرفة الباطل من أجل أن يجتنبه، يكون هذا هو قصده، لا يكون قصده طلب الدنيا أو الجاه أو الرياسة. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.